في خطوة جديدة لمزيد تحفيز جميع دول العالم يدا واحدة لمكافحة الفساد، قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودولة رئيس وزراء ماليزيا بإزاحة الستار عن نصب جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في نسختها الثالثة في ساحة بتراجايا بالعاصمة كوالالمبور. كما قام سمو الأمير المفدى ودولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا وسعادة السيد يوري فيدوتوف ممثل الأمين العام المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتكريم الفائزين بجائزة سموه الدولية للتميز في مكافحة الفساد. الجائزة شملت مجالات إنجاز العمر، إبداع الشباب وتفاعلهم، والبحث والمواد التعليمية الأكاديمية والابتكار. أما هنا في الدوحة فقد أطلق حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى البوابة الإلكترونية لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية في حفل كبير حضره كبار المسؤولين والأكاديميين والمثقفين ونخبة من أساتذة الجامعات والخبراء وعلماء اللغة والمعاجم في عدد من الدول العربية. معجم الدوحة التاريخي للغة العربية منصة جديدة هي الأولى من نوعها في تاريخ العرب والعربية، وعلامة فارقة ترصد تاريخ تطور ألفاظ لغتنا العربية. وفيما تمضي دولة قطر بثبات في مبادراتها الداعمة للمنطقة والعالم، تحتفي أيضا بمشاريعها الاستراتيجية العملاقة خدمة لأبناء هذه الأرض. فقد دشن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة والعالم بسعة إجمالية تبلغ حوالي 1500 مليون جالون. وقد قام سمو الأمير المفدى بجولة في المعرض المصاحب اطلع خلالها على مجسمات المشروع وعلى مراحل إنشائه وتطوره منذ العام 2015 واستمع لموجز عن آليات العمل. تنمية الوطن مسؤولية، ودعم مسارات التنمية لدى الأشقاء واجب أخلاقي. وفي خطوة جديدة وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع جامعة بيرزيت الفلسطينية لتقديم منح دراسية للطلبة غير المقتدرين ماليا واستكمال أعمال البنية التحتية للجامعة بمبلغ يتجاوز 12 مليون دولار أمريكي يقدم على مدى 5 سنوات. يأتي ذلك في وقت واصلت وزارة المالية في قطاع غزة صرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية المقدرة بحوالي 15 مليون دولار والخاصة برواتب الموظفين لمواجهة أعباء الحياة وسط حصار خانق منذ سنوات يعيشه أبناء القطاع.